طبعا وصلنا احنا الميمي رعد، خلينا نصبح عليها. صباح الخير يا ميمي. اهلا وسهلا. اليوم حنتكلم بما انه دخلنا فتره الشتاء، حنتكلم عن الكارديجان او اللي هو الجاكيت اللي بسرير الصوفي. حخلي عندك التفاصيل. صح صح صح. بتعرفي هالستره اللي من صوف او من غير ماش، بس الاغلب بتكون من الصوف مع ازرار، تقترن فكرتها بالناس يلي بعمر معين، يعني يلي متقدمين بالسن كله دايما هيدي الصورة يلي عنا إياها، علما أنه مش صحيح هالشيء، لأنه بهيدا الموسم هالسترة أخذت قياسات مختلفة، يعني صارت أطول أقصر، أكمام منتفخة، أكمام قصيرة، بعدة ستايلات رجعوا أعادوها على الموضة، مثل إذا فيك تقولي شالوا عنا الغبرة. والشيء الحلو بقصة هالكارديجان، كيف بدأت فكرة الكارديجان؟ كنت عم بعمل هيك شوية بحث لحتى أشوف إنه كيف حدا اجى فكره يعمل هالستره. يبدو بحرب، باحدى معارك حرب القرم، كان في ضابط بالجيش البريطاني بن الخيالي، هو بالمعركه لابس كنز من الصوف، فحس انه ما عم يقدر يتحرك بسهوله، فقام بالسيف تبعه فتح الكنزة، قطعها بالنص حتى يقدر يكون عنده سهولة يتحرك، فلكسبيليتي شوية. وأحد الناس، أحد الأفراد بالجيش، تاني نهار هو عم بيضب له تيب وشاف إنه هالكنزة، فقام ركب له زرار بس حتى يقربها على بعضها. ومن هون صار طلعت الكارديجان. ليش كارديجان؟ لأنه هو كاونت أوف كارديجان. صارت نسبت عليه نسبة يعني. نسبة له. وطبعا مع الوقت تطورت الحياكة هالقطعة بالعشرينات، كوكو شانيل يلي دايما بنعرف تاخذ من خزانة كانت الرجال، وتعمل ملابس تستوحي من خزانة الرجال وتعطيها طابع أنثوي، أخذت الكارديجان وجعلتها بطول لنص يوصل لنص التنورة، وأضافت لإلها جيب، فصاروا بالفرنسي بيقولوا لها لجاكيت أبوش، يعني السترة يلي عندها جيوب. بالخمسينات هالقطعة كانت هي القطعة الأساسية بالإطلالة، كانت كمان كانت توين سيت، يعني ما بس القطعة الكنزة من برا، كان في تحتها كنزة مماثلة نص كم أو كم طويل، فكانوا يلبسوهن سوا، كانت توين سيت هي القطعة الأساسية بتركيبة كل إطلالة، وطبعا يحطوا عقد اللولو. كانت بهيدي بالخمسينات، والملكة إليزابيث كمان من السيدات يلي شفناها بإطلالات عديدة لبسة الكارديجان. بس هي الفكرة، يمكن الناس تشوف هذا المنظر دحين تقول لك لا، زي ما ذكرت انه في ناس حتحس انه الكبار السن فكرة ترتبط. أيوه. صح، مش هيك نبغى نعرف كيف نلبسها بترندي شوي. مش هيك هالموسم، من بعد ما كان طغى السويت شيرت والهودي بفترة طويلة على الساحة، وحتى كبار المصممين عطوه طابع كثير راقي وحتى غالي، هالموسم بما انه الإطلالة البرجوازية حكينا عنها قبل، يلي هي الطبقة يلي عندها كانت فلوس تتمكن بكل شيء بالسياسة ويكون عندها السلطة، وكانت متميزة السيدات بهالطبقة يكونوا كتير بسيبيجي، يعني بون شيك بون جار، يعني بحطوا عقد اللولو، بيلبسوا الكارديجان، بيحملوا الجزدين هيك، يعني هيدي تميزت فيها. هالموسم فيك عدد من المصممين اعادوا هالستايل على الساحه، والكارديجان صار قطعه اساسيه بالاطلالات. هلا شو الفرق؟ هيدا الموسم مثل ما قلت لكم قصرت الستره او طولت، ياقة مبرومة أو ياقة على شكل سبعة، حتى بتلبس كفستان لحالة إذا كانت بطول معين. والحلو بهالقطعة إنه هي أنا بعتبرها قطعة أساسية كرمال اللايرينج. اللايرينج يعني لما فينا نلبس قطعة تحتها أو قطعة فوقها، يعني فينا نلبس قميص طويل تحتها ونترك الأزرار مفتحة، فينا نحط فوقها بليزر، فينا نلبسها مع فستان، فينا نلبسها مع تنورة، فينا نحط تحتها تيشيرت، فينا نحط تحتها كذا شغلة. مشان هيك هي قطعة أساسية فينا نركب عليها إطلالة. والملفت كمان بهالقطعة إنه مش بس بتساعد إنه نبرز قامتنا. كيف يعني؟ إذا السيدة عندها الجزء العلوي يعني الترسو تبعها طويل، فيها مثلاً
تفتح الأزرار لحتى تخفف ما يكون في كتير قماش عليها. أوكي. فينا نرسم الخصر بمجرد حطينا حزام فوقه. فينا إذا كمان نلقي الأزرار من تحت إذا مثلا منحسها أنه كتير ضيق علينا من تحت، إذا منفتح الأزرار تعطيها ستايل أنه هي تم تتماشى مع تفاصيل الجسم. وممكن تبرز الشغلات الحلوين بهالجسم وممكن تخبي الشغلات يلي بدنا نحن نخبيها. وإضافة إلى الإطلالة إلى العادة اللي منلبسها إنه مثل ما أنا لابسة الكنزة مبكلة بزرار من قدام، فينا نعمل تويست فيها، يعني إذا كنا حابين نعطي تاتش كتير هيك سبيشل فينا نلبس هاي الكنزة نقلبها لورا، يعني بتصير اليافة على شكل سبعة لورا ونفتح الأزرار قد ما بدنا قد ما نحن بنرتاح. ممكن كمان شفت بكتير عروض لما كنت بكوبنهاجن بالفاشن شوز استعملوا الكنزات مثلا يربطوهن فوق الملابس، فيك تحطيها كأنه سكارف على حول الرقبة، في بصوره حاطينها فيك تربطيها على الخصر تستعمليها بنفس الوقت كانك عم ترسمي خصرك وبنفس الوقت لتدفي حالك او أيوه. عرفتي أيوه. ففينا نستعملها مش بس لحاجتها هي نلبسها، وحتى للرجال هالكارديجان كمان قطعه اساسيه واعتمدوها كثير من الممثلين الشباب الحلوين يا علي. بيقدروا يلبسوا الكارديجان فوق تي شيرت، بيقدروا يلبسوها تحت البليزر، بيقدروا يلبسوها مع تي شيرت عادي او مع حتى قميص ويربطوا ربطه عنق ويلبسوا البليزر، يستعملوها كانه هي يستعملوا الستره الصوفيه كانها هي بليزر بحد ذاتها. وكمان هي متماشي مع الفكرة هلا اللي رائج انه نستعمل نفس القطعه كذا مره باساليب مختلفه حتى نخفف نشتري ونساعد نخفف من التلوث كرمال ما يزيد البرودكشن بعالم الموضه. فممكن يلي يعني حابين يكون عندهم ستايل هيك خاص بيقدروا يروحوا على المحلات الفينتج يلي بيكون الملابس يعني القديمه الملبوسه ويرجعوا يعيدوا لبسها بطريقه عصريه مع ملابس قطع عصريه بتتماشى بشكل كتير حلو وراقي، خاصه انه ما بدها كتير تفكير. أيوه مجرد بس بتحطيها مع كم قطعه تلفت النظر وبتعطي للإطلالة أسلوب خاص. ويمكن زي ما ذكرتي لها استخدامات كثيرة، وخاصة داخلين على إحنا موسم المطر إيه؟ فكثير ناس أنا كنت زمان في وقت المطر أحطها على شعري وأربطها عشان بس الشعر لا يخرب بعدين أحطها في فستق ثاني. والحلو إنه فيها يعني فيها تكون من حرير يعني مش حرير أو خيط فيه حرير، فيها تكون من صوف سميك، فيها تكون يعني فيها تتماشى مع كذا المناخ موجود عندنا، ما ضرورة تكون صوف سميكة. وحتى إذا كنا بدنا نسافر لبلدان برا طبعا بتكون فظيعة لأنه سهلة الاستعمال، بنلبسها وبنشلحها بس ندخل للداخل إذا كنا شوبنا. جولة ممتعة جدا بصراحة. بس شنو اسمها مرة ثانية؟ كارديجان. كارديجان أو الستر الصوفية المزررة. خوش شيء والله. شكرا يا ميمي. شكرا. كارديجان أسهل لك. يعطيك العافية ميمي، تسلمي.